في صعدة قدم أبناء مديرية الصحة بالمحافظة قافلة من الأغنام والأموال دعما ومساندة للجيش واللجان وتعبيرا عن امتداد تمسك الجبهة الداخلية المرتبطة بكل جبهات القتال. نتابع. استمرارا لرفض جبهات القتال بالقوافل والأموال، قدم أبناء مديرية الصحار بمحافظة صعدة قافلة من الأغنام والرمان والأموال دعما ومساندة للجيش واللجان الشعبية في جبهات القتال، وتعبيرا عن امتداد تماسك الجبهة الداخلية المرتبطة بكل جبهات القتال. نحن أبناء مديرية الصحار قدمنا هذه القافلة العظيمة المتنوعة دعما لأبطال الجيش واللجان الشعبية، ونقول لكل أولئك الأعداء والظالمين أنه مهما طالت الحرب فإننا مستعدون للتضحية بالمال والولد والنفس. أبناء مديرية السحار عبروا عن بذلهم بالغالي والنفيس واستمرارهم لرفض الجبهات مهما كان حجم العدوان على اليمن، فاليمنيون يدا واحدة وصوتا قوية يدحر المعتدين ويسمع العالم بأسره أنه شعب الإيمان والحكمة. وسوف نبذل كل ما نملك من أموالنا ويرخص كل شيء في سبيل الله، ونحن مستعدون وجاهزون لأي تضحية في سبيل الله. هاجس الدفاع عن الوطن حاضر في حياة المواطن هنا في محافظة صعدة، ترسمه صور العطاء وكلمة الحق والموقف الصادق. محمد السياغي، قناة اليمن اليوم، محافظة صعدة.